السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في مباحث التقليد، وبلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد، في صفحة 440. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح. على الأصح من قول أصحابنا وغيرهم. لا يجوز أن يخلو عصر من عصور المسلمين عن مجتهد قائم لله بحجته على الخلق. قال: ولا يجوز خلو العصر، الذي يظهر والله أعلم وهو مقتضى دعوى الحنابلة أن أل في كلمة العصر للاستغراق، فالمعنى لا يجوز خلو كل عصر عن وجود مجتهد، على الأصح من قول أصحابنا وغيرهم. نعم، الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذا هو الأصح من قول أصحابنا أي الحنابلة، فهذا المذهب هو مذهب الحنابلة، ووافقهم على هذا بعض الشافعية وبعض المالكية، ووافقهم الشوكاني رحمه الله الجميع، بل بالغ جلال الدين السيوطي رحمه الله فحكى الإجماع على هذا القول. قال: لقوله عليه السلام، هذا شروع في الاستدلال لهذا المذهب، واللام للتعليل. يقول: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله لا تزال يفيد الدوام، وهذا الشاهد منه مع قوله طائفة. الطائفة في أصل اللغة هم الثلاثة فأكثر، حتى لو بلغوا الألف، وقيل أقل الطائفة واحد فأكثر. إذن لا يزال وجود طائفة من الأمة ظاهرين على الحق. الطائفة فسرها الإمام البخاري وهو ممن خرج هذا الحديث، قال: هم أهل العلم، هكذا قال البخاري رحمه الله عقب إخراجه هذا الحديث. والسيوطي رحمه الله، رحم الله الجميع، فسرهم بالمجتهدين، فالمعنى أنه يوجد طائفة من المجتهدين في كل عصر ظاهرين على الحق. ظاهرين، غالبين، وقيل معنى ظاهرين أي أنهم غير مستترين، بل ظاهرون للناس، يعرفونهم ويسألونهم. قال: وخالف قوم،
هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تشعر أن المخالف ليس كثرة لقوله وخالف قوم، والحقيقة أنه مذهب الأكثرين، هؤلاء القوم هم أكثر العلماء، بل بالغ بعضهم فحكى الإجماع على هذا المذهب الثاني القائل بأنه قد يخلو عصر من العصور من مجتهدين فلا يوجد مجتهد. لكن استغرب بدر الدين الزركشي رحمه الله، استغرب حكاية الإجماع على هذا القول لوجود المخالف وهم الحنابلة، ثم قال المصنف رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز خلو بعض العصور عن مجتهد. فالحديث يقول: حتى إذا لم يبق عالما، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ما ينزعه من الناس انتزاعا، ما يرفعه من الصدور، وإنما يكون رفع العلم بقبض العلماء أي بموتهم. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا أي رأسوهم، جعلوهم قضاة ومفتين وأئمة ومشايخ جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، ضلوا لأنهم أفتوا بغير علم وهذا لا يحل لهم، وأضلوا، أضلوا غيرهم من الناس. فدل الحديث على أنه يكون هناك زمان ليس فيه إلا الجهال، ليس فيه علماء فضلا عن المجتهدين، لقوله حتى إذا لم يبق عالما، فيموت العلماء ولا يبقى إلا الجهال. لكن الحنابلة أجابوا عن هذا الحديث بأن الاجتهاد يستمر إلى آخر الزمان، الاجتهاد يستمر في كل عصر إلى آخر الزمان، فيموت العلماء ويبقى الجهال وشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وهذا الجواب يقتضي تخصيص الدعوة، وذلك أن دعوة الحنابلة كما رأيتم في رأس المسألة هو التعميم، لا يجوز خلو عصر من العصور من مجتهد، وهنا يقولون قد يخلو آخر الزمان. انتهت المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. هذا شروع في مسألة جديدة، وهي من هو الذي له الحق، الذي له حق إصدار الفتوى، فلا يجوز لغيره الفتوى. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. هذا هو المذهب الأول في المسألة، لا يجوز أن تصدر الفتوى إلا عن مجتهد، فلا يجوز لغير المجتهدين أن يفتوا الناس. وهذا هو مذهب أكثر الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية
وبعض المعتزلة. قال: لعدم أهلية غير المجتهد، اللام لام التعليل، وهذا هو دليل أصحاب هذا المذهب، المذهب الأول، لعدم أهلية غير المجتهد، بمعنى إنما قصرنا الفتوى على المجتهدين لأن من عدا المجتهد هو المقلد، والمقلد ليس أهلا للاجتهاد والنظر، فكيف يفتي الناس بغير علم؟ ولأن الواجب في حق غير المجتهد هو سؤال المجتهد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الواجب في حق من لا يعلم أن يسأل، لا أن يفتي الناس، فهذا هو دليل أصحاب المذهب الأول. قال: وقيل تجوز فتيا من ليس بمجتهد، هذا شروع في المذهب الثاني. وقيل تجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر اختاره بعضهم، هذا هو المذهب الثاني وهو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب جماهير العلماء أنه تجوز الفتية ممن ليس مجتهدا، لأن قصر الفتية على المجتهدين يوقع الناس في حرج عظيم، فمن أين يعلمون أحكام دينهم؟ أو يجعل الناس يتبعون أهواءهم، كل يتبع هواه بحجة أنه لا يوجد مجتهد، وهذا باطل ولا شك، فما أدى إليه يكون باطل، ولا مخرج من ذلك إلا بالقول بجواز الفتيا من غير المجتهد، إلا أن أصحاب هذا المذهب قيدوا مذهبهم بقولهم: إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر. إن كان هذا الذي ليس مجتهدا، إن كان مطلعا على المآخذ أي على الأدلة، يعرف المسائل ويعرف أدلتها، أهلا للنظر أي قادرا على فهم الأدلة، قادرا على الاجتهاد، يعرف في هذه الأدلة صحيحها من سقيمها، فهو أهل للنظر في الأدلة وتمييز الصحيح من الضعيف منها. وإنما قيدوا مذهبهم بهذا القيد لأن فتياه أي هذا الذي ليس بمجتهد هي إخبار عن مذهب غيره، فتياه إخبار عن مذهب غيره مع قدرته على النظر فيه صحة وضعفا، فجاز له ذلك، جاز له الفتوى قياسا على صاحب المذهب، فإن العلة مشتركة بينهما وهي معرفة الدلائل والقدرة على النظر في هذه الأدلة، وحينئذ لا يمنع من فتواه مانع، كما لم نمنعه عن المجتهد صاحب المذهب. قال: اختاره بعضهم، وقلنا إنه مذهب جماهير العلماء. وقيل تجوز فتيا غير المجتهد بمذهب المجتهد عند عدم المجتهد، هذا هو المذهب الثالث في المسألة. ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن القيم رحمه الله إلى تفصيل آخر غير تفصيل أصحاب المذهب الثاني، وهو أنه
تجوز الفتوى من غير المجتهد لكن بمذهب إمام مجتهد، يكون له سلف من المجتهدين أخذ بقولهم، وذلك عند عدم وجود المجتهد. لما؟ قالوا لأنه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فمن يعرف الناس أمر دينهم؟ إذا كان هناك بلدة من بلاد الإسلام وليس فيها مجتهدون، فمن يعرف الناس أحكام دين الله إذا منعنا الفتوى وقصرناها على المجتهدين؟ فحينئذ المخرج من ذلك أن يقال أن غير المجتهد يفتي بمذهب الأئمة المجتهدين عند عدم وجودهم، فإذا وجدوا لم يفتي، رجع الأمر إلى الأصل واقتصرت الفتوى على المجتهدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيل يجوز ذلك مطلقا. هذا هو المذهب الرابع في المسألة، وهو على عكس المذهب الأول. ولو أن المؤلف رحمه الله جعل الرابع ثانيا وأخر الثاني والثالث فجعلهما ثالثا ورابعا لكان أحسن، بأن يذكر المذاهب التي أطلقت القول ثم يعقبها بالمذاهب التي قيدت. وعلى كل فالخطب يسير. قال: وقيل يجوز ذلك مطلقا. هذا المذهب هو وجه عند الشافعية، وهو أيضا وجه عند الحنابلة، بل بالغ بعضهم، أعني بعض الحنابلة، حتى قال: من حفظ عن أحمد رحمه الله 5 مسائل جاز له أن يستند إلى سارية من سواري المسجد يفتي الناس بها. ودليل الذين جوزوا لغير المجتهد الفتوى مطلقا، أي سواء وجد المجتهد أو عدم، اطلع على المآخذ وكان أهلا للنظر أو لم يكن كذلك، هذا معنى مطلقا. دليلهم هو أنهم قالوا: المفتي هو ناقل لمذهب غيره، فتجوز له الفتوى ولو لم يكن مطلعا على مآخذ المجتهدين، وذلك قياسا على الراوي، فإن الراوي راوي الحديث يجوز له أن يروي الحديث ولو لم يكن عارفا بمعناه، هكذا قالوا، ولا يخفى بعد هذا المذهب. قال: ويجوز تقليد المفضول. هذا شروع في مسألة جديدة، وهي أنه هل يجوز للمقلد أن يفتي العالم المفضول مع وجود عالم فاضل، أي أفضل منه في العلم، أو لا يجوز؟ هذا معنى المسألة. فقال: ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. هذا هو المذهب الأول، إذا اجتمع في بلد علماء غير متساويين في العلم، بعضهم أفضل من بعض، فإنه يجوز أن يذهب هذا العامي المقلد يستفتي المفضول مع وجود الفاضل.
هكذا أطلق الكلام المصنف رحمه الله. وبعضهم قيد المسألة بما إذا لم يعلم العامي بوجود الفاضل، أو لم يقدر على التمييز بين الفاضل والمفضول. بعضهم قيد المسألة بهذا القيد، أنه يجوز تقليد المفضول إذا كان هذا المقلد لا يعلم بوجود الفاضل، أو لا يستطيع أن يميز بين فاضل ومفضول. فأما إذا بان له الفاضل وجب عليه تقليده في الأظهر عند الحنابلة وعند الشافعية. لكن قال الإمام النووي رحمه الله: هذا وإن كان هو ظاهر المذهب، إلا أن فيه نظرا، لأن الناس كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن المذهب الأول يجوز للعامي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل. قال في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، نعم الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. وعلى هذه الرواية الراجحة في المذهب عليها أكثر الحنابلة، بل عليها جمهور، يعني على هذا القول جمهور العلماء. أكثر العلماء ذهبوا إلى جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. قال: لجواز تقليده مع عدم الفاضل فجاز مع وجوده. هذا دليل المذهب الأول. يقول المؤلف رحمه الله في تقرير الدليل أنه جاز له تقليد المفضول مع وجود الفاضل، يعني حين عدم من هو أنه يجوز تقليد المفضول إذا عدم من هو أفضل منه. زيد عالم ولا يوجد في البلد من هو أفضل منه، تجوز له الفتوى ويجوز للناس تقليده، يجوز للعوام تقليده، هذا لا إشكال فيه. بعد ذلك ظهر عمرو وبرز في العلم وصار أفضل من زيد، فيقولون كان زيد قبل وجود عمرو تجوز له الفتوى ويجوز للناس تقليده، يجوز للناس تقليده. فبعد ظهور زيد وأفضليته على فبعد ظهور عمرو وأفضليته على زيد ما يغير في المسألة شيئا، لأنه جاز له في الحال الأولى فيجوز له في الحال الثانية. جاز لزيد حين لم يكن هناك من هو أعلم منه أن يفتي وأن يقلده الناس، فجاز في الحالة الثانية أن يقلده الناس، وأعني بالحالة الثانية بعد ظهور عمرو وأفضليته على زيد، استصحابا للحال، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الدليل فيه ما فيه، ويشبه المصادرة على المطلوب، رجوع في الدليل إلى عين الدعوة. وهناك دليل أقوى من هذا الدليل، خير من هذا الدليل، وأبين منه، وهو أن الناس من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، أن الناس كانوا يقصدون العلماء فيسألونه، ولا يعرف أنهم كانوا يخصون أعلم الناس بالفتوى ويتركون من عداه إلى أن يتوفاه الله.
فينتقلون إلى من هو أعلم الناس بعده، ما حصل هذا، بل كان الناس يذهبون إلى العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم يسألونهم، كل يسأل عالما من العلماء ولا ينكر عليهم أحد، لم يقل أحد لما سألتم المفضول مع وجود الفاضل، ما قال أحد هذا لا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم ولا في زمان التابعين ولا في بقية الأزمنة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأذن لطلابه بالفتوى كعطاء، يفتي الناس في الحج وغيره، هو يأمر طلابه أن يفتوا فيسألونهم الناس ويقلدونهم مع وجود حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. قال: والثانية لا يجوز. والثانية أي والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز، لا يجوز للعامي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل. وهذه الرواية الضعيفة المرجوحة أخذ بها بعض الحنابلة، وهو أيضا قول بعض الشافعية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلهم بقوله: لأن اجتهاده أقوى. الضمير في كلمة اجتهاده ترجع إلى الفاضل، أي لأن اجتهاد الفاضل في العلم أقوى من اجتهاد المفضول، لأن هذا هو معنى الأعلمية والأفضلية، أن اجتهاده أقوى من اجتهاد المفضول. وحينئذ ففي العدول عنه إلى المفضول ترك للراجح إلى المرجوح، وهذا لا يصح. هكذا قال أصحاب المذهب الثاني، ولا يخفى بعد هذا المذهب بقوة أدلة الجماهير أصحاب المذهب الأول، وهو ما ذكرناه من الإجماع السكوتي المتكرر وصنيع الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وعمل الصحابي حجة، والإجماع السكوتي حجة، فإذا تكرر في كل عصر أفاد القطع. انتهت المسألة. قال: ولو سألهما أي المجتهدين واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما شاء. هذه المسألة معقودة لبيان ما إذا اختلفت أقوال المجتهدين فماذا يفعل العامي المقلد. فقال: ولو سألهما أي العامي سأل المجتهدين واختلفا عليه، اختلف عليه يعني قال كل حكما يخالف الحكم الذي ذهب إليه الآخر، كأن يسأل العامي يسأل العالم الذي اسمه زيد عن صلاة الوتر فيقول له: الوتر سنة، لك أن تفعلها ولك أن تترك والفعل خير. ثم سأل العامي عالما آخر اسمه عمرو عن صلاة الوتر فقال: الوتر واجب فلا بد أن تأتي به، ليس لك أن تتركه. سأل عالمين مجتهدين واختلفا عليه، قال: واستويا عنده. استويا عنده في العلم، لم يوجد فاضل من مفضول، تساويا.
أو عجز عن التمييز بين فاضل ومفضول. قال: تبع أيهما شاء، أي يجوز للعامي المقلد أن يأخذ بأي من القولين، أن يأخذ بأحد القولين، أي قول، حتى لو أخذ بالأخف وترك الأشد فإنه يجوز له. قال: اختاره أكثر أصحابنا، والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، فهو مذهب أكثر الحنابلة، بل هو مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. قال: سواء سأله ابتداء أو لا، يعني يستوي في حكم المسألة، أي يستوي في حكم المسألة ما إذا سأل ابتداء، أن ذهب هذا العامي وسأل زيدا وسأل عمرا ابتداء أو لا، بأن تبلغه الفتويان، هذا العامي نقل له الثقات أن زيدا يفتي بوجوب الوتر وأن عمرا يفتي بسنية الوتر فنقلوا له ذلك، أو أنه حضر مجلس الفتوى فأراد أن يسأل عن هذه المسألة فسبقه سائل آخر وسأله وسأل هذا الشيخ نفس السؤال الذي يريده العامي فسمع الجواب، ثم حضر مجلسا آخر فسأل غيره هذا السؤال وهذا العامي حاضر فسمع الجواب، فنقول في كل هذه الأحوال الأمر واحد، الحكم واحد، سواء سأل ابتداء أو بلغته الفتوى أو سمعها من سائل آخر أو غير ذلك من الطرق التي يعرف بها العامي فتاوى العلماء. قال: وقلنا إن هذا هو مذهب جماهير العلماء، ودليلهم أنه ليس قول أحد العالمين المفتيين ليس قول أحدهما أولى من الآخر، وحينئذ فالقول بوجوب أخذ أحد القولين ترجيح، يكون ترجيحا بلا مرجح، ولأنه جاز للعامي أن يقلد من شاء منهما قبل السؤال، فكذلك يجوز له التخير من قولهما بعد السؤال، هكذا قال واستدل أصحاب المذهب الأول. قال المصنف رحمه الله: وقيل يتبع القائل بالأشد، هذا هو المذهب الثاني في المسألة. ذهب بعض الشافعية وبعض المعتزلة إلى أنه يجب على العامي إذا اختلفت فتاوى العلماء وتساووا أن يأخذ بالقول الأشد، القول الأشد. ففي المثال السابق القول الأشد في مسألة الوتر هو الوجوب، والقول الأخف هو السنية، إذن يلزمه أن يأخذ بالأشد. لما؟ قال: لأن الحق شديد، هكذا استدل المؤلف رحمه الله لأصحاب المذهب الثاني، يقول: لأن الحق شديد، والشدة قوة، الشدة قوة، فيجب أن يأخذ الإنسان بالأشد لأنه أقوى. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي، وبي أي ضعيف سقيم، هذا دليل أصحاب المذهب الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيل يتبع القائل بالأخف، هذا المذهب الثالث ذهب إليه بعض الشافعية، يعني هو وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية.
قالوا يلزم العامي عند اختلاف أقوال المفتين وتساويهم أن يأخذ القول الأخف، يجوز له، ليس معناه يلزمه، لا، ليس معناه يجب عليه أن يأخذ بالأخف، وإنما يقصدون يجوز له أن يأخذ بالأخف أو يحسن به أن يأخذ بالأخف، لا أنه يجب عليه. طيب، ما دليلهم؟ فقال المؤلف رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فملة الإسلام حنيفية سمحة، فما يوافق السماحة من أقوال المجتهدين يكون هو الأولى من غيره. قال: وقيل يسقطان ويرجع إلى غيرهما، هذا المذهب الرابع في المسألة، وهو أضعف المذاهب ولا يعرف قائله، والله أعلم. إذن ذهب بعض الناس إلى أن قولي العالمين المفتيين إذا تعارضا اختلفا على العامي فإنهما يتساقطان، يتساقط القولان. وحينئذ ماذا يفعل العامي إذا تساقط القولان؟ قال: ويرجع إلى غيرهما، أي ويجب على العامي بعد أن يطرح قولهما أن يذهب إلى غيرهما من العلماء ليسألهم. ما دليل أصحاب المذهب الرابع؟ قال: لأنه كمن لم يحصل له منهما جواب. يعني بسبب تنافي القولين لا يمكن للمقلد أن يعمل. أحدهما يقول يجب عليك صلاة الوتر، والآخر يقول ما تجب عليك، إنما هي سنة. طيب كيف يعمل هو؟ يمتنع العمل حينئذ. فالمخرج أنه يسأل عالما ثالثا، فيصير قول الثالث كالمرجح بين هذين القولين. انتهت المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. هذه المسألة معقودة لبيان حكم التمذهب بمذهب معين، حكم تمذهب العوام بمذهب معين، بحيث يلتزم بهذا المذهب في كل أحكامه، سواء كانت سهلة أو شديدة. وعبر عن هذا بقوله: يأخذ برخصه وعزائمه. الرخص، رخص المذهب، هي المسائل التي سهل فيها ذلك المذهب، يعني كان أسهل من غيره من المذاهب. والعزائم هي التي شدد فيها ذلك المذهب فصار أشد من غيره من المذاهب. فالقول باستحباب الوتر رخصة، والقول بوجوبه عزيمة، والقول بحل أكل الضب رخصة، والقول بتحريم أكل الضب عزيمة، والقول بوجوب الطمأنينة في أركان الصلاة عزيمة، والقول بعدم الوجوب رخصة، وهكذا. هذا معنى الرخص والعزائم هنا، وليس معناها
المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الأصوليون في باب الحكم الشرعي. قال: ويلزم العامية التمذهب. هذا المذهب الأول، هذا المذهب الأول في المسألة، ويلزم أي يجب، ويلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائبه في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. وفي المتن اقتصر المؤلف على هذه الرواية وكأنه يختارها. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله عدل، يعني عندنا وقفتان، لنا وقفتان في هذه المسألة مع كلام المصنف رحمه الله. الوقفة الأولى أنه عبر بالروايتين، عبر بالروايتين عن أحمد في المسألة، اللزوم وعدم اللزوم، يلزم العامي التمذهب، والرواية الثانية لا يلزمه التمذهب. وبعض الحنابلة بل كثير عبروا بالوجهين لا بالروايتين، والفرق أن الرواية تكون عن الإمام، والوجه يكون قولا للأصحاب. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن المصنف رحمه الله عدل عن الوجه الراجح في المذهب إلى الوجه المرجوح، لأن الوجه الراجح في المذهب الذي عليه أكثر الحنابلة هو أنه لا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، لا يجب عليه، إنما يجوز له فقط. والمصنف ظاهر صنيعه أن الوجه الآخر وهو اللزوم أنه هو راجح المذهب، لأنه جعله في أول الكلام، ولأنه اقتصر عليه في المتن. ولكن لا تثريب على المؤلف رحمه الله، فقد سبقه إلى هذا ابن حمدان رحمه الله صاحب الرعايتين، فإنه قال بأن لزوم التمذهب هو الأشهر في المذهب. ولكن الصحيح ما ذكرناه آنفا، القول الصحيح في المذهب مذهب الحنابلة عدم لزوم التمذهب بمذهب معين، وإنما يجوز التمذهب وليس واجبا. قال: لأنه هذا شروع. نحن قلنا أن المذهب الأول أنه يلزم العامي التمذهب، يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب معين من المذاهب المتبوعة، وهذا قلنا إنه عليه أكثر الحنابلة وهو الصحيح في المذهب، وهو أيضا قول كثير، عفوا ليس الصحيح المذهب وإنما هو مذهب بعض الحنابلة، مذهب قلة من الحنابلة، وهو قول كثير من الشافعية، وهو أيضا قول بعض الحنفية وبعض المالكية، بل بالغ بعضهم فحكى إجماع المتأخرين عليه. هذا المذهب الأول والقائلون به. قال: لأنه إذا لم يفعل ذلك فعل الشيء مرة وتركه أخرى، وربما يكون الشيء واجبا عند بعضهم غير واجب عند الآخر. هذا دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بوجوب التمذهب. وقوله وربما، الظاهر عندي والله أعلم أن الواو محرفة عن الفاء، يعني أن صواب العبارة فربما، فيكون كالتعليل للشق الأول في الدليل، لأنه يقول ماذا؟ لأنه إذا لم يفعل، لأنه أي العامي إذا لم يفعل ذلك، أي يلتزم مذهبا معينا، إذا لم يفعل ذلك ماذا يحصل؟ قال: فعل الشيء مرة وتركه أخرى. فعل الشيء الواحد مرة وترك هذا نفس الشيء، هذا تركه مرة أخرى،
فيقول السامع: وكيف؟ كيف يفعله تارة ويتركه تارة أخرى؟ فقال: فربما، بفاء التعليل، فربما يكون الشيء واجبا عند بعضهم غير واجب عند الآخر. يعني إنما يفعله مرة لأنه غير واجب عند مذهب من المذاهب، ويتركه تارة أخرى بناء على مذهب آخر. يعني يفعل الشيء تارة لأن مذهب من المذاهب يقول بوجوبه، ويتركه تارة أخرى لأن مذهبا آخر يقول بعدم وجوبه. وهكذا تستقيم العبارة. إذن يقول في تقرير الدليل: لأنه إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يفعل التمذهب، لم يلتزم مذهبا، فإنه يفضي إلى أن يفعل الشيء الواحد تارة ويتركه تارة أخرى. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد شيئا واجبا ثم يعتقده غير واجب لمجرد التشهي، ولا أن يعتقد الشيء حراما ثم يعتقده غير حرام لمجرد التشهي، ما يجوز هذا. وقد حكى الإجماع على هذا الشاطبي وتاج الدين السبكي وغيرهما من العلماء. هذا تقرير دليل أصحاب المذهب الأول. قال: والثانية لا يلزمه. والثانية أي والرواية الثانية، أي والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله لا يلزمه، أي العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين. لا يلزمه أي لا يجب. فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم هو الجواز، يعني يجوز له التمذهب ولا يجب عليه التمذهب. قال: ويتبع أيهما أيهم أيهما شاء. ويتبع أيهما شاء، والذي يظهر لي أن صواب العبارة أيها. ما سبق تثنية حتى يثني الضمير هنا، لكن الجمع، لأنه يرجع إلى جمع، الجمع الضمير يعني الجمع هنا يرجع إلى المذاهب التي فهمت من سياق العبارة، فتكون العبارة: لا يلزم العامي التمذهب بمذهب من المذاهب المتبوعة، وإنما يتبع أيها شاء. فله أن يقلد مرة مالكا، ومرة أبا حنيفة، ومرة أحمد، ومرة الشافعي رحمهم الله جميعا. هكذا قرر المصنف رحمه الله المذهب الثاني. وهذا المذهب الثاني هو كما قلنا في أول الكلام هو الوجه الراجح في المذهب، مذهب الحنابلة، وهو أيضا قول جماهير العلماء أن التمذهب ليس واجبا في حق العوام، وإنما هو جائز، يجوز لهم أن يتمذهبوا بمذهب معين. قال المؤلف رحمه الله: لأن الكل على الحق والصواب. لأن الكل، كل أصحاب المذاهب على حق وصواب، لأن أصحاب المذاهب أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمهم الله هم أئمة هدى ومصابيح دجى، سلكوا طريقا صحيحا في الاجتهاد في الجملة، وطلب الأدلة وتحروا الصواب مع الورع والتقوى في كل ذلك. فلما كان جميعهم قد جمعوا هذه الصفات جاز للعامي أن يتبع أي مذهب من هذه المذاهب إذن، وإلا لكان ترجيحا بلا مرجح. يعني وإلا لو ألزمناه مذهبا بعينه فجعلناه أحسن المذاهب
لكان ترجيحا بلا مرجح، فيجب التسوية بينها. فالدليل، هذا الدليل الذي أقامه المؤلف رحمه الله، هو دليل الشق الثاني في المذهب، وهو قوله ويتبع أيها شاء. وأما الشق الأول في هذا المذهب فدليله أن الناس من حين ظهرت المذاهب واستقرت بين الخلق، أن الناس لم يزالوا متمذهبين بهذه المذاهب، فبعضهم يكون حنفيا، وبعضهم يكون شافعيا، وبعضهم يكون مالكيا، وبعضهم يكون حنبليا، من غير أن ينكر أحد على أحد. فدل على جواز التمذهب، لم يقل أحد من العلماء لما تتبعون أبا حنيفة، لماذا تكون حنفيا، لماذا تكون مالكيا إلى آخره. ما أنكر العلماء على العوام وطلبة العلم حين تمذهبوا بواحد من المذاهب الأربعة، فدل على أن التمذهب جائز. إذ لو كان حراما لأجمعت الأمة على الخطأ، وهذا محال في حق الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا الدليل يدل على جواز التمذهب. وهو في نفس الوقت ينفي قولا لم يذكره المصنف، وهو المنع من التمذهب، المنع من التمذهب. انتهت المسألة، والآن سوف يشرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة، فقال ولا يجوز له أي العامي تتبع الرخص من المذاهب والعمل بها ويفسق به أو ويفسق به. هذه مسألة جديدة، وهي في حكم تتبع الرخص، ومعنى الرخص هنا ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه، وهي المسائل التي سهل فيها ذلك المذهب، التي كان ذلك المذهب أسهل الأقوال فيها. فلا يجوز عند أكثر العلماء، بل حكاه ابن عبد البر وابن حزم الإجماعا، حكى كل منهما الإجماع على الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله، أنه لا يجوز للعامي أن يتتبع من المذاهب الأقوال السهلة، ينظر في المسألة فيجد مثلا مذهب الحنفية أسهل المذاهب فيها في تلك المسألة فيأخذ به، ثم يأتي إلى مسألة أخرى فيجد أن المالكية هم أسهل الأقوال فيها فيأخذ بقول المالكية، وهكذا يصنع في بقية المسائل، فيكون حنفيا مرة ومالكيا تارة وشافعيا تارة أخرى وحنبليا تارة. لما؟ لأنه يتتبع أسهل الأقوال في كل مسألة، فهذا يحرم في حق العام. وقلنا إن بعض العلماء حكوه إجماعا، وقوله تتبع الرخص، التتبع معناها أخذ الرخص أي هذه الأقوال السهلة، أخذها مع القصد ومع عدم الحاجة، يتقصد أن يأخذ هذه الأقوال السهلة في المسائل مع عدم حاجته لذلك، فيخرج ما إذا فعل ذلك مضطرا في بعض الأحيان، فيجوز للمضطر. أما أن يتتبع المسائل السهلة في المذاهب
بمجرد التشهي فهذا محرم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفوق هذا يفسق بهذا الفعل لأنه انحلال من التكاليف الشرعية وتلاعب بدين الله واتباع للهوى، ومثل هذا وكل هذا لا يجوز. وقد ذهب بعض الحنفية كابن الهمام رحمه الله وكذلك بعض الشافعية وبعض المالكية ذهبوا إلى الجواز، إلى جواز أن يتتبع العامي الرخص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولكن لا يخفى بعد هذا القول، لأن قوله يسروا ولا تعسروا هو في شأن ما يمكن فيه التيسير، أما من يتتبع رخص المذاهب فإنما قصده الانحلال من التكاليف، أن لا يلزمه شيء، فلا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، إما في عامة المسائل أو في أكثر المسائل، بحيث يتنصل من التكاليف، فهذا لا يصدق عليه، لا يصح معه التيسير. فالحديث خارج عن محل النزاع، والصحيح ما ذهب إليه عامة العلماء من تحريم تتبع الرخص والحكم بفسق من فعل ذلك. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.